بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى نبي قراغ بو قري نك كسرى لديه جري وفارس مدح ذكا وإلى قيصر إن مقع اسمها لكن نك مدح ذكا كسرى ليرادا قفك السواء مدح كان وضع فارس كسرى ليرادا أرقعي كده جنت مدحوينيه بغرتو يدي أما بغرتو بغرتو يدي غير فارس وإلى قيصر ينك مدح ذوها نمكي روم لديه جري وإلى النجاشي ينك ما يحضوها نمكي حبشة الإرادو وإلى كل جبار ينكستا مضحة وقالة جبارك وقفك مضحة وقالك يدعوهم نبقوا حقوق يري عليه الصلاة والسلام إلى الله إلهي كليقين يعبدان ودينك إلهي أيقاتان وليس نجاشي النبي وراغض وقريمها بالنجاشي نجاشي الذي صلى عليه النبي ونبي وكت كذيمها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي اسمي ذي قرنته الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله ولم يقل موصلين. سعيد بن أبي عروبة سنة كروح كورنا يا عبد الأعلى هذن يا كورنا عبد الوهاب بن عطاء ولم يقل عبد الوهاب مره وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثني النصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر مشيقين قتادة أول سعيد بن أبي عروبة كورنا يهدنا خالد بن قيس مالك ولم يذكر معنى ذا خالد بن قيس وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم موسى شيقين. قال رحمه الله حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن مسترحي قال اخبرنا ابو وهب قال اخبرني يونس عن ابن الشهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال وحر قال عباس بن عبد المطلب وحر شيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك ايام وحن كلا قيب قال حنين يوم حنين دقال كي مال انت حنين ايام نبي كلا قيب قال عليه الصلاه والسلام حنين ووادي أمواتك مقالة مدينة وحول الجيدة مقالة مكة أيو أجرى تقريبا شن يلباتين كيلومتر أيو أجرى فلزمت أنا أيوة أبو سفيان بن الحارث أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ونبي أذير كيسة هي أنيقة ونبي أذير كيسة مركة عباسنا ونبي أذير كيسة أبو سفيان نبي المذير بيهن واحد الحارث بن عبد المطلب قعد الله شو عارف بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب يا عبد الله بن عبد المطلب وحا ان لجوغني بو يرون لازمني وان ان كتغين با رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ما با ان ان كدقاقن با ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء نبينا وحو صارنا بغل عد وسغولي هي هداها له نبي واحد يدهن هو كيني فروة بن نفاثة الجدامي ننكاس فلما التقى المسلمون مسلمين تي والكفار قال الذي مركي فود اسدرين ولا المسلمون مسلمين تي ويبحث ذي المدبرين أي قجبي فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحو بالله يركض بغلته بغلذي سينو أعيرنا قبل الكفار ننك قال هذا عيدن كي يوجبي أيها الدنيا نبي قال لنعيد قال هذا الصعداء. قال عباس وحر وانا اخذ وانا نقول وحن كل جنهي بلجام بغرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي بغشة وسارين يا هي حكمه هذا يعني كل جنهي اكفها دبا نعلنا ونصوقي جنه اني غرب ارادة اني غرب الله تسرع ان ايسان بحسن ايسان عررين ونبي ايسان لدحقلين
حذوقا. أبو سفيان أبو سفيان آخذ وحو كنا قيهاي بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي كوره سأيو كنا قيهاي يعني وحو لجيه ذا بغش كوره ذا أيو أبو سفيان وكنا قيهاي أنا قلنا حكميه أيان هايا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحر أي عباس وعباس ونادي أصحاب السمرة وحاط الدواق أصحاب السمرة الدواق أصحاب السمرة وحلو لجيدا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بايع هذا كل قال أما لم بايع هذا تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة مرك قيد كوحوها السمرة. فقال عباس وحيره وقيد قرعة. فقال عباس وحير وكان رجلا نبوها صيتا وعطر بوهاي فقلت بأعلى صوتي عتكيغا كي أقول يا رابا محمد أين أصحاب الصمرة. قال وحير عباس فوالله لك أن عطفة محمد مدس الله بشدو ذا حين سمعوا صوتي عتكيغا مركي مغلين واحد مودا عطفة البقر سيدا أي أصول الله وطوه لؤضو على أولادها أبتكي ذا مركي أي دواقا سيدا سلم ذا الله ذي هو يرحده يوصل العبتين. فقالوا حدا يا لبيك يا لبيك يا عباس عباس لبيك لبيك معنى وانا كم واي وكل جوقنا لبيك وانا كنا. قالوا عرف اقتتلوا صحابة دي سؤال العبتي والكفار قال ذي أيام قال دحمرين والدعوة يسوها بروع شدونا في الأنصار أنصار بحذي ذا يهيت وحسوها بروع عناي أنصار يقولون وحلا يا معشر الأنصار ورانصاري يا معشر الأنصار. قالوا ثم قصرت الدعوة هبروع شدي وحا لقصو قابي على بني الحارث بن الخزرج أي أسوها بروع عنا. فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج وريان لك لتجن واي يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحواهي وهو على بغلته سوى بغشي سيسارا إلى قتالهم دقال كودا يؤهي كالمتطاول عليها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام منه إذا دش إذا لغنت كتاغا صصبوا يا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير هذا حين حمي الوطيس هذا وقتها حين وحلقي أما وقرتي حمي أوكل لاذي الوطيس تنارك وطيس وتنارك تنارك ومركي أوكل لاذي يعني ذو حيث هاي ومركي دقالك أوكل لاذي الوليتي ذا ماشي قدر ندبو مرة. قال وحير ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول خلاه وحصاقات حصيات وحصاقات نقحان يريرا وقرورحة فرمى بهن وحو قطور وجوه الكفار قال ذو وجهه ثم قال وحر إن هزموا ويجبين ورب محمد أيام قدرته. قال وحر عباس فذهبت وعن دقاقي أنظر أنو إيغا فإذا القتال مستدقالك على هيئته وبسيدسي فيما أرى سيلتها مرك النبي يقول لي وإجبين هدان إيغا وحس بدلا بماله والي صرف دياهو قال في سيسي بوسع على واحد جوابه ما لها. قال وحر عباس فوالله ما هو أرنكما إلا أن رماهم بحصاته نبي قنو قطوري قروري فما زلت ما آنن جوجن أرى إنان أركا حدهم أودو ذا كليلا إنو سي تبرقا أودو ذي إنو سي ضعيفة وأمرهم أرنكو ذينا مدبرا انو دب اسي دعاه دب اسي قرانا امرهم يعني ولا جيدا ارنكو دين مدبرا انو دب اسي قرانا. قال رحمه الله وحدثنا اسحاق ابراهيم ومحمد رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري باسناد نحو غير انه قال لكن وحويري المشابه الزهري هذا وحا كورناي معمر بن راشد سوماها اولنا يا كورناي يونس بن يزيد الأيلي بهذا الإسناد نحو غير أنه قال لكن وحير معمر فروة ابن نعام الجذامي
ساس يري وقال وحيري إن هزموا وأي جبين ورب الكعبة إن هزموا ورب الكعبة وزاد في العديد العكر لي حتى هزمهم الله إلى هباج جبي قال وحيري وكأني واحد مود أنظر إن أن هد أجهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم كذا شهد سو أرده على بغلتي بغلشي سارا مركي جبين سود بورتها قال رحمه الله حدثنا من ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري قال اخبرني كثير من العباس عن ابي عباس بن عبد المطلب قال وحير كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث ساق الحديث يلو علنا سفيان بن عيين مش هاب زور سكورنا غير ان حديث يونس لك حديث يونس وحديث معمر اكثر ويا كبدا منه من حديث سفيان وتم صانا كذا ما استرنام بدن قال رحمه الله حدثنا يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه ابو خيثمه وزهير بن معاويه بن حديج الكوفي زهير بن حرب وشيخ مسلم اسنا ابو خيثمه كنيدي سويته لكن شيخ خاص مغيصو شيخ امام مسلم هو هذا حدثني اما حدثنا زهير بن حرب ساسودا مغيصو استعماله نقال يراد زهير بن معاوية بن حديج الكوفيين كن يدع صلى استعمال أبو خيثمة لكن كسنا وزهير كنا وزهير عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال قال رجل نبه وحكر للبراء يا أبا عمارة فررتم يوم حنين ما أنت حنين ما عررتين قال وحكر لا والله إلا بن قدرته ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله موسى عررين إلا أن ما عررتين معنى ذو حتاي صحابة النبي قد مانتود والنبي قوه قامنا ما عررتين مكاس وحوري قيب نقم إذا وعررين لك أنك ما نوضع عررين رسولك إلهينا موصا عررين عليه الصلاة والسلام ولكنه خرج وحا بحي شبان وأصحاب النبي صحابة دي سكوي دل يرضى وأخفاؤهم يكو دي فطفضضا حسارا أيغا أون هب وذنين وصعبولية حسار وحبا موذنين ليس عليهم سلاح هم موذن أو كثير السلاح أما هم فربضاً بما يسمون فلقوا وحيفوا الدارين قوماً قلوا رماتاً وشيش كقرنا يرأي لا يكاد وسنسيقين يسقط لهم سهم لبعي صوتوراً إنو سعرأي ماشي أي أوضان كسعرين معي وياي جمع هوازنا وحيفود الدارين نمك هوازن لديه جري عيدا كودا يو بني نصر فرشقوهم وحي روب وقديقين رشقا روب أي وحي وقديقين فلارو ليبب أي سيد روب وقصود عاديا ما يكادون منا سيقايا يخطئون إن أي لقفا فأقبلوا هناك مشاس أي نمنكي صحابة آها يدقالك باللابي هل كاسي كسر دقاقين إلى رسول الله رسول كلاه بيسو آذين عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان من الحارث يقود به وكوه قامنا سوقانكو آية فنزل نبيك بغلتي بوكسو دقو فاستنصر إلهي أيوه كبري إنه قوش السيو وقال النبي وحير عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب ساسويري أنا النبي أنو نبي إلهي بانها لا كذب بين معها أنا ابن عبد المطالب ثم ديتنا نبي صفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام صف بوغليه وسكد بخذي قال رحمه الله حدثنا أحمد بن جناب المسيسي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا وزكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق والصبيعي قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة فقال أشهد على نبي الله نبي الله وحن مرقاتك عليه الصلاة والسلام ما ولى إن صعرر ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحصر يكوى نبيسا إلى هذا الحي بيهذين من هوازنا وهم قوم هوازن وقل رمات فرموهم وحي كسوى قانين برشق من نبل ليبب تربضا وصيد رابكا رشق ومعنيه ذو وفربضا كأنها وحد مدى رجل من جرات
leebabka ay soo galeen waxaad moodaa xayn oo ayax ah. Ayaxu xayn buu isla socdaa. Fankashafuu waa ay soo jabeen. Faaqbala alqowmu raggii soo jabay baa waxay u soo carareen ilaa rasuuliillaahi sala allahu calayh wasalam abu sufyaan ibnu xarath yaquudu bihi baqlata فنزل ودعا واستنصر وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك الى وقوش هذا سو دجي قال البراء وحوري كنا والله اذا احمر الباس وحوري دغالك مركو عصاده نتقي به نبقى ايام كو جنبنجر يعني مركو عصاده وحوري جدا مركو كلو لاضو وصيدا بحش او كرو عصاده نبقى ايام كو دبا جنبنجر يري وإن الشجاع منا نك أنك جيسك أنا للذي وامتك يحاذي به نبيك قرب كيس استاغا يعني وحول جيدا به وحوك وضا النبي يولى جيدا عليه الصلاة والسلام نك سجيسي أها قال الرحيم حدثنا محمد مثنى والبشار والود المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس باوح وإذا فررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر وكان توازن يومئذ حماة وإنا لما حملنا عليهم مركان ويرك كقادنا انكشفوا وإجابين ويرمرك هراء فأكببنا مركاسا وحن كفار رصنا على الغنائم غنائمتي أيام كفار رصنا يوير إنا نقرأنا فاستقبلونا وحين الهري مادين بسهامي ليبب ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان من الحارث آخذ باللجام وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال رحمه الله وعدتنا زهير بن حرب محمد الثنى وأبو بكر بن خلاد قال وعدتنا يحيى بن سعيد وقطان عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال قال رجل يا أبا عمارة فذكر يا لعلنا مكر ninka la yiraahdo abu isxaaq asabiici sanadkii hore ayaa ka warinayay ninka la yiraahdo shucba soo kama warinayn haddana ayaa ka warinaa ninka la yiraahdo sufyaan thawri soo maaha fadakara sufyaan wuxuu sheegay alxadiid xadiiska wahuwa aqallu min xadiidihim xadiiskoodii wuu ka yaryahay marka xadiidihim damiirka ayuu u laabanaa abu isxaaq asabiici sanadkii dhowaay mid ka daan ku jirno kii ka horreeya shucba ka warinaya soo maahayn kii ka sii horreeyan ayaa ka warinayay zakariya ibn abi zayd soo maahayn kaas midkii ka sii horreeyana abu khaytama zuhayr ibn mucaawiya soo maahayn marka saddexdooda waa zuhayr ibn mucaawiya iyo ninka la yiraahdo zakariya ibn abi zayda iyo shucba ibn alxajaaj saddexdoodaas wa huwa aqallu min xadiidihim يعني حديث سفيان الثوري سد حدوده وكا حديث سيريا وهؤلاء يتم حديثا سد حدوده يا حديث كود ولما يسترن ياي قال رحمه الله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني ياس بن سلمه قال حدثني ابي سلمه بن الاكوع قالوا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدو عدو عمر كان فود الدقني ونذكر نبدو كبدا معنا تقدمت وان دقاقه فاعلو ثنيه مال بور دشيد ايام فولي فاستقبلني رجل نمبا يغور يمت ومن العدو عدو كمده فارميه بسهم وحان كو غني بو يري فلار فتوارى عني ويغ قرصومي فما دريت ما غرنا ما صنع هل كو ادي ما قان وير ما ليبتي با كو دعي ما دنتي ما داو عبو نقدي ما كبد بادو وو بحصدي ما غرنا وير ونظرت إلى القوم وحان أغي رجي فإذا هم مرك قوم حول جيد عدوي فإذا هم قد طلعوا مسا وحي با أي صوفوا لين من ثانية أخرى بورتان صارنا ما بور كالي أي بكسوا دعين فالتقوا هم يغا إيو وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يفود إصدريو فولى صحابة النبي نبي صحابة دي سي وأي جبين وأي عررين وأرجع أن وانصال لابت منهزما أنا قد جوي كل يوم حن قبنا كرادي بعيدا في جي جوي أحر وعلي برداني أنا مركب الله بقى أيان ستاه يري متزرا
بإحداهما مرتديا بالأخرى مثل كم إذا إزار بيته هوس بان كحرنا هاي متجرا يعني إزار بيته هوس بان كحرنا هاي بإحداهما لبدك مثل كم إذا مرتديا بالأخرى جوا كلنا دش عن كستاء فاستطلق إزاري مرضي إزار كي هاي أي غفرتي فجمعتهما جميعا لبدو ذيبا قعنت أنكو قاتيري معني إذا مركوا قاوين هاي ومرت على رسول الله بن صامر منهزما أن يقعد جبيه وهو على بغلته وحسارية بغلته الشهباء مرنا بيضاء بن صامر نسماها الشهباء أسلا بغلية لفت كذا لكن عدان كذي مذب كلا كجرا فقال رسول الله وحر عليه الصلاة والسلام لقد رأى ابن الأكوع فزعا فزعا لقد رأى ابن الأكوع فزعا الليلة ابن الأكوع وحكيها بيه ما انت واقعي فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركي كسو حوامين نزل عن البغلة أيو كسو دقيه ثم قبض نبي قوحو عن طوب سدي قبضة من تراب من الأرض رلق أيو عن طوبه وعراك عن طوب سدي ثم استقبل به نبي قوحو كل الجيس وجوه مجدود فقال وحر شاهت الوجوه صلى النبي عليه الصلاة والسلام شاهت الوجوه معنى ذو توجهين قبي واي صلى الله عليه فما خلق الله منهم إنسانا قف أيها كمد إلى هاي أبو رمجره إلا ملأ عينيه لبدي سيندوض أي نبي حكم بوحي ترابا عرق بتلك القبضة هل كاس عن طابع أنا مد قرآن كي يكسو دكتي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فولوا مدبرين قال ذي وي عررين أي غوشبي فهزمهم الله عز وجل إلى إباجبيه وقسم رسول الله رسولك لا وحقي به عليه الصلاة والسلام غنائمهم أيوقي به بين المسلمين المسلمين تيوقي به عليه الصلاة والسلام قال الرحمن حدثنا أبو بكر بن شيبة زهير بن حرب بن نمير جميعا عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سفيان بن عيينة عن عمرو وعمر بن دينار عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال وحر حاصر رسول الله رسولك إلهي باوحو هريري عليه الصلاة والسلام أهل الطائف معنى وقو ذوميوي معنى رنو البوكي استاغي ملاها يقول أكو تلقى لين وحو ذي يعنتدو ذي يصهيدو ذي بيهو ذي وهيستان لفي سنة وكو جران فلم ينل منهم شيئا النبي وحبا كم أوسن قارن وحنا اتجاه كما قارن فقال نبي وحر إنا قافلون إن شاء الله واسخل عبانينا نشا وحنا اتجاه كما هينا يمكن قودو منتو ذا وحنا وغا إيمانا من جيرو اسخل عبانينا قال أصحابه صحاب ذي وحير هذا نرجع ولم نفتتحه ما اسخل عبانينا أنه أن لو ريقنوا أن قبصا طائف يعني عبانينا فقال لهم رسول الله رسولك لو حقير عليه الصلاة والسلام مركو أركيني دقال أمم ميهين أقضوا على القتال بري الصباح دي دقال أديار قروبة الصباح دي دقال قولك الله فقضوا عليه دقال كيبي قولك الله فأصابهم محا سوقاري جراح داوعيا سوقاري فقال لهم رسول الله حقير عليه الصلاة والسلام صحابه حقيري إنا أنه قافلون غدا بريها دي الله رواس خلا عوانينا قالوا حرف عجبهم ذلك أرنكاس ووسوجي توالا دعين مركبا قنع سيه فضعك رسول الله رسولك وغسل عليه الصلاة والسلام قال رحمه حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن دينار عن ثابت بوكور ثابت بن أسلم البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان أبو سفيان إنه صاصع ضمركه مغلي نبي قال الله تشهد صحابة نبي عليه الصلاة والسلام قالوا حرف تكلم أبو بكر أبو بكر بها الله فأعرض عنه نبي وكجيسي مرك إقبال أبي سفيان معنى ذو حيطة مركي هراء وحلو تلقى أبو سفيان إيه هنتذا وشام ككياني إلا لو ريغو إلى مقالة المدينة أكتر ذي سوى مرايان شام بيك إيمانين مقالة المدينة أكتر ذي مرايان كدي بوحي رمان مكين أيو قدبان مركا مكا إيه شام مدينة أو دحايسا مركا نبقوا مغلبو حيري أبو سفيان إيهان تديسا إيهان لسو وريغينا
أبو سفيان والله شيء إن ودد الله فني ودد ودد أنا هين ومري دنك حبت ومري بدأ عصنا كيدو مري كدبنا ولا بحص ذي نبي عليه الصلاة والسلام مركو هذا أبو سفيان إن ولا بحص ذي هنتدي لو سعدي إنتو صن أبو سفيان وصن بحسن كهرنا قريش بو وفري فرين وكلية هاي هدي دنك ليديهين وقيمة إذن ليه رجيني هنتدي نكسو كارك ديتنا سند خصاب قريش انت سو ابو شيبه يمدين مرخص وحي فديان ميل عيل في بدر اكتي سي فديان ابو سفيان مركه هدو بحثدي ابو جهل يعيدن كيسن هلكان اي فديان نبي و خو كلا تشنا وحي لو سوداي تغه لما هاي حد ما خان سمينا ما اسك لاوانا او دغال كميان كلا لاوانا مسلمه كفودان دحنا عيدن كلوتنا عيدن بدن ما اها او دغال لو ما سو تلا غلي حين بلغه إقبال أبو سفيان قال فتكلم أبو بكر أبو بكر بعض فأعرض عنه نبي وكآمسي ثم تكلم عمر فأعرض عنه نبي وكآمسي فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله رسولك إله يوم أنك أياد نوصع تاسوماها والذي نفسي بيدي لو أمرتنا هدادنا أمر الله نبي أمرك محرفة دتك ديغان كأه وأنصاره وعيدا كان أبضان نبي جنو سندقال قلن أي قرها اللي عنك آهين مركوح ربين وقادو أركتي دو دي رأيه قوضا لو أمرتنا هدادنا أمرتو أن نخيضها فردها آن وضرنو إنا جيرسينا البحر بدا لا خضناها وجيرسينا إنا هدات رادو فردها سيد الدومي بدا كسي دايا وكسي دينا إنا ولو أمرتنا هدادنا أمرتو أن نضرب أكبادها إن آن فردها أردقا جنو إلى برك الغمات ماشى الإرادة لفعلنا وصمينينا ميل أن دوين دانا مرتين أن أولاق عجلنا أولاق عجلنا قال وحر فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك أن نضرب أكبادها يعني أن أولاق عجلنا كحينا واي لكن كلمة أسل كيذو حي كتمت الأكباد وجمع كبت وبركة فردها مرك الله ربو فارسك أمنك فارسك سارة مرك ربو فرس كنا أوردا إنه سي أورديسيو لبدي سلوقات آدم ب ملكو آدم أو كليها أكتو ذا اللغة هني يركز على سقيسة أيو نقصية ومعنى الله فرس كنا سي أورد كوسي لبك عليه مرك نضرب أكبادا معنى ذو عتاه فردها إن أن عيرنا هدي أضربته وأن جارنا إلى برك القيمة لا فعلنا وصلينا هنا قال وحور فندب رسول الله رسولك الله عليه الصلاة والسلام وحو يسقو عين الناس دتك فانطلقوا مركي وقاذين دياريهين ويسقو يا ريعيدا كيو فانطلقوا وطين حتى نزلوا بدرا إلى علك بدر اكتي سيدي ووردت عليهم يجي وحا أصوى أرارتي روايا قريش نمانكي قريش أها أرتي بيها أولا منيسي أي صوى أرارتي لأن بيك على لما يستعيل كان يا الله سبحانه وتعالى كنا صحابتي دول دقي يقوى كحق يا مرت وفيهم وحكوا جري رجع سودامي وحكوا جري غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه واقبتين صحابتي النبي عليه الصلاة والسلام فكان أصحاب الرسول وحيا عليه الصلاة والسلام يسألونه سؤالي ويدينا يعني عن أبي سفيان وأصحابه أبو سفيان يرجع سياوي مركب أبو سفيان يرجي سيها دوم الكشة يقو إذا قال كم ولا قد لها عيدا كان لما فود لما قلي ولا قد لها فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان أبو سفيان كان شيء يصوره معها يعني ولكن هذا أبو جهل لكن أبو جهل واكنا وعتبة وشيبة وأمي بن خلف رجي قريش ما لحد واها وقوا أنا هالك أنا فدي أنا يجي عيدا كهذي لكن أبو سفيان ورو معايا فإذا قال ذلك ضربوه وقرعا فقالوا حيرا مركو حنوصا نعمها أنا أخبركم أنا إذن شيء هذا أبو سفيان وكنه ليها لما حنوصا ذي ولا جرجري فإذا تركوا مركا إسكدايا فسألوه فقالوا حلي ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتب وشيب ومن يمن خلف الناس يدخل فإذا قال هذا أيضا ضربوه وقراعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك مرق وأركين صرف صلاته وكبح وقال وحر والذي نفسي بيده
لتضربوه واد كراعيسا إذا صدقكم مركورون إذين شيغو وتتركوه واسك دينيسا إذا كذبكم مركبان إذين شيغو أبو سفيان واكنا مركو إليه وأطربتان وتسيد دينيسا بين إذين شيغي لمر ومهاية لكن حنون باسي ذاك كياني وحي ربي الهايان مركة وحي ربي الهايان إن عيدا كان لغتكو ودقال آل لقدلين أبو سفيان ما يلها جوغة دليرا دقالكم حام قلين أبو سفيان كي أنصورها تسنيب واكنا نكينا قدم أبو سفيان iyo ortiisi iyo la daba galo watadruku ida kadabakum markuu been idin sheego qaal wuxuu faqala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulku laa wuxuu hada masra'u fulan wa goobti la dhigi lahaa hebel meel buu nabi uu tilmaamay rasuulku meeshan hebel baa la dhigi doonaa ويضع يده وقعنتيس على راضي دولك أيو قتل ماما ها هنا وها هنا قالوا حرف ما ماط أحدهم لمنك النبي قتل ماما كما لاحا عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يقعنتيس ماشو قتل ماما وكفي قاي نول بقوتي بالا دقي قال رحم الله عددنا شيبان بن فروخ قال عددنا سليمان بن المغير القيسي البصري قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رواح عن أبي هريرة قال وحوري وفدت وفود وفود باوحي أسو وفد سيلا معاوية بن أبي سفيان وذلك في رمضان رمضان بيهايت فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام قاركين قارك لراشم بو سمينا فكان أبو هريرة من بيكثر وحبضنيت أن يدعونا إنو نوير إلى رحله قرقيسة فقلت وحان إسئري أنا وحان إسئري ألا أصنع طعام الراشين ما سميه فأدعوه ما نغير إلى رحلي قريقية فأمرت بطعام الراشين بان أمري يصنع إلا سميه ثم لقيت أبا هريرة من العشي أبو هريرة أي انقلبت إلى كل ما فقلت وحير الدعوة عندي الليلة عاوى مرتصورك مرتقاتك أكتي دوايا عشدوا وحقية قالوا عرص وقتني وإيقال هرمرتي قلت نعم دعوت مانو يرى فقال أبو هريرة حر ألا أعلمكم أن إذن أغيسي وإذن شيغو بحديث من حديثكم حديث أحاديث نكم إذا يا معشر الأنصار ثم ذكر وعوك شيخي فتح مكة يوك شيخي أبو هريرة فقال وحر أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقدم مكة فبعث النبي وحدر الزبير زبير بن العوام على إحدى المجنبتين عيدا كلبضا دنع كالحيغا مثل كم إذا ينبغوا مدحوا قدغي وبعث خالدا خالد أوحو مدحوا قدغي على المجنبة الأخرى مدى كالع ممد اكتامس بذحدة مد أمبايا وبعث أبا عبيدة على الحصر أبو عبيدة النبي أوحو مدحوا قدغي نبنكي وسعبوا ليدها أما هو كبضانا وذن فأخذوا نبنك أسعوا حصر كبضن الوادي وادي أما تقى لحديثة أي قادم ورسول الله رسول كرانا عليه الصلاة والسلام في كتيبة إذن بوتاء أي قد حجر نبي عليه الصلاة والسلام قال وحر أبو هريرة فنظر نبي رنكي سوء فرآني ويرك فقال وحر أبو هريرة قلت لبيك يا رسول رسولك لها وإكنا قال وحر لا يأتين إلا أنصاري نين أنصاري أهين ما أنت يوصني إيمان أنصاري قوة زاد غير شيبان شيبان عد انا هين باوحي زياده سي هذا عد اصلا موسى شيغينه فقال النبي وحر اهتف لي بالانصار انصار يقو قيل دام قال وحر فاطافوا به نبي عليه الصلاه والسلام هريره كسو مر نمك انصارها ووبشت قريش قريش باوحي اورورسي او باشا لها او باش حلول جدادت كلا دوان وقبائل لدود اي كلا دوان يهي أي ميل كورورسي وأتباعا يدد أيغا رعصا فقالوا وحيدهن قريش مقدم هؤلاء لمن كان بان هرمرنينا فإن كان لهم شيء هدي قول سو هلانا كنا معهم والجرنا مركز كدبان عيدا كان حلقاها عند قال في قلنينا وإن أصيبوا أيغا هدي لبات لسوغار لسوغار سيء ولجبينا أعطينا الذي سئلنا وحنا لكربه يا بحنينا واسدي بي نوعي معنيه فقال رسول الله وحر عليه الصلاة والسلام أنصار وحر ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم
قريش عيدنكي أي اسكد وين ما عرفتان أتباع ذودي. ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى نبي عليه الصلاة والسلام وذا قعمود مدك على أيو دول صاروه. ثم قالوا حتى توافوني حتى توافوني تاد ميدين قدنتاي سويدين قرد قدنتاي ساسواي مركا وافا من دار عيد واي معنيه أنا ويقول قرد لك وتوافوني إلى إقالك كل ميسان بالصفا بورت الصفا إلى أن كل ميسان انت قهر رايدا معنيه ذو يحيى داركتان هلا الله يواي. ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى معنيه ذو حتى واحد أركتان هلا جفو هلا قورعو لمن كعيدا كا هذي إذن هو رشتاقا. قالوا عرف انطلقنا وابحني فما شاء أحد منا غف نغم إذا يقتل أحدا غف إنه دل مرة بلا قتله ودلاي وحي عيدا نوه العرق غف ما لسكسوا عدل من دلاي لكن وحي عيدا نوه العرق وهبست ولا دلاي. وما أحد منهم غف كم إذانا يوجه إلينا شيئا وحبنا نقوم صفيقي كرا وفلار يوارن قف نقوم صفيقا ما بالها. قالوا عرف جاء أبو سفيان أبو سفيان باي مذا فقالوا قر يا رسول الله رسولك إلهي وأمرك سوى إسلامك بعد وبيحت خضراء قريش قريش جريتان كيدي ولا بابي خضراء قريش معناه خوذا جريتان كيدي وجود كودي ولا بابي لا قريش بعد اليوم ما أنت كبعد قريش وركود مجرم وبابين. ثم قال النبي وحر عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار وأنصار تبا بعض لبعض وحكير هذين أما الرجل رسولك إلهي مية عليه الصلاة والسلام فأدركته وحا كدبت رغبة جعيل في قريته مقال ذيس أي نحا ورأفة يبرجلع بعشيرته تلكي نبي تلكي بو برجلعي. قال أبو هريرة وحر وجاء الوحي وحي غيبا يمت وكان إذا جاء الوحي نبي هد وحي ويما هذا لا يخفى علينا نقم قرصونا جرم بروان قرنجهني. فإذا جاء وحده يمنى فليس أحد قف ما يرفع طرفه إنه سفر قاضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي إلى وحي وكرمانا. فلما انقضى الوحي قال رسول الله وحر عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول سوك اللي وانكنا. قالوا وحر قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته قالوا قد كان ذاك فصحوا وعدهم. قالوا وحر كلا إني عبد الله ورسوله ميا دونك إلهي رسولك سانهي وحي بانك سعداء. هاجرت إلى الله وإليكم الله أيام أسوه جرودي حقينا نوسوه جرودي والمحيا محياكم نلل ونرشينا والممات مماتكم جيرين وجيردين أمحول جيدا ميال بانك وذا نولان لنا ميال نوك وذا لمن هنا وذعني هذا إذن كما سعداء مكان أم سعداء طلقين أم سعداء أنيجي أدينكو ملمن كذا نال أنا ملمن كذا لمن أنا. فأقبلوا إليه نبي حجس أي أصر دقان يبكون أيقو أينا ويقولون وحيله والله ما قلنا الذي قلنا هذا الكنج مكين إلا الظن بخيلت بالله وبرسول رسولك لا يكون بخيلين أو حان أصلحني أما رسولك إلهي مرة دي مقال دي مكة تلك المسلمين تأي قبصدين أما تلك الذين هذا رسولك لا أويسان. فقال رسول الله وحر عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله يصدقانكم ويذرهمنا ويعذرانكم وأنا إذن قرابا يا وعليه ويعذرانكم إذن قرابا يعني قروا شيء إذن سينا يا. قالوا عرف أقبل الناس ودتك يا وحي سوء هذه إلى دار أبي سفيان سي أمان الله له وأغلق الناس وضدك أبواب مردوه ذي صحر تينو إنك قريه سجلنا وآمن عليه يعني عليك اللي أنت مقال ذي مركين بندو لقصور روي ساسي كالي أنت عاي نوال بقريه سجلو إنك بنان تاقم هلي شو قجرا. قال وحر أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر حجر أسود كيبو نبي يميذ فاستلمه نبي قوة تابصد عليه الصلاة والسلام. ثم طاف بالبيت كعبده خطواف قال وحر فاتى على صنم الى جنب البيت نبي وحوي من صنم وكعبده لين عيده كمذا كانوا يعبدونه ويعبد جيره. قال وحر وفي يد رسول الله رسولك لا يقعدس وحكجر عليه الصلاه والسلام قوس قانص وهو اخذ بسيه القوس نبي قانصدا
meesha ay ka galoolan tahay ayuu gacanta ku hayaa, siya macnaheedu waxay tahay qaansada meesha falaarta laga geliyo iyo xarigga isu dhow yihiin, oo meeshaas xoogaa horey usoo riixan tahay. Laakiin labada dhinac xoogaa saas bay uga soo qalloocan tahay. Marka intana siya la yidhaahdaa dhankan, intana siya la yidhaahdaa, waana meesha labada dhinac oo xarigga iyo qaansadu ay u kala fog yihiin. Waa labada dhinac oo aada iyo aad iyo xarigga ay u kala fog yihiin. فلما أتى على الصنم صنم كمرك النبي عليه الصلاة والسلام جعل يطعنه أما يطعنه لا بضوا وحب الله بأنه قدره قانصدي وتفي عينه إشه أي قانصدي وقبض مدى ويقول وحل جاء الحق حقي أي صوم وغضي معنى ذو حقي باقو ليستي وي معناه جاء الحق حقي باقو ليستي وزهق الباطل باطل كين واجبي قال نمدي اللولجي إذا واجبتي فلما فرغ من طوافه مركو نجو رميستي أتى الصفا فعلى عليه دش يدوف حتى نظر إلى البيت ورفع يديه لبدك عمده قرو قاذي فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا باز باز بن أسد العمي قال حدثنا سليمان بن المغيرة القيسي بهذا الإسناد وزاد في الحديث ثم قال بيدي إحداهما على الأخرى أحسدوهم جفا حسدا جفتان هل جفوح الأركب. وقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله. وقال في الحديث حديث سوح قيره مركو النبي ويدي ورساس ما دعاه قالوا واحد قلنا ذاك يا رسول الله رسولك لا هوا دعني قالوا عرف ما اسمي اذا ومقعي محيا هدبا كلا اني عبد الله ورسوله. قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وحر وفدنا إلى معاوية نبي سفيان وفينا أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوم لأصحابه فكانت نوبتي كالكيب الجاري فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاءوا إلى المنزل قرقي ماذا ولم يدرك طعامنا راشين كينا ولم بسلانين فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله رسولك لا إيمان وغشي كيس عليه الصلاة والسلام حتى يدرك طعامنا انت راشين بسلانا. وقال وحر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد خالد بن الوليد نبي وحر مدحوه على المجنبة اليمنى مجنبة ننكم دي وجعل الزبير على المجنبة اليسرى بذعة وجعل أبا عبيدة وحر مدحوه على البياذقة إذا كسعب وليدة وبطن الوادي يا نبي محمد حوغا دغاي عيدان كاس او واديغا اما توغا دخريسا مرا عيدان كاس مدحو تهي واديغا دخريسا مرا. فقال يا ابا هريره ادعوا لي الانصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون ويمادن ايغو دغدغا ييمدين. فقال يا معشر الانصار نبي محمد عليه الصلاه والسلام انصاري هل ترون أو باشا قريش؟ قالوا نعم. قالوا انظروا في ريا إذا لقيتموهم غدا بريها دات فود الدرتان أن تحسدوهم أما أن تحسدوهم حسدا وحات كسي باران دكتان بريها دي الله كلنتان إنا جفتان جفتان. وأخفى بيده نبي كعنتي سيو قريه وضع يمينه على شماله مدكت أيو بدح ذا ساري ساس الله جفريري. وقال وحر موعدكم الصفا بلنتينو وصفو القاس يانو بلن. قال وحر أبو هريرة فما أشرف يومئذ لهم أحد قف قمسو هنقلتاو إلا أناموه وسيحيا. قال وحر وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا أريري كمرين فجاء أبو سفيان فقالوا يا رسول الله رسولك لا يوم وبيدت خضراء قريش قريش جريتان كيدي ولا بابية لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح ننكي هبكي سيسكدغانا فهو آمن ومن أغلق بابه وقفك الباب في صحرتنا فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذت رأفة بعشيرة ورغبة في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلتم أما الرجل فقد أخذت رأفة بعشيرة ورغبة في قريته ألا فاسمي إذن ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله
هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وشيبة عمرو بن أغدو وابن أبي عمر ولفظ لابن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود واية قال وحر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مكو قال وحول الكعبة كعبة هريريذ وحيال 360 نصبا سدح بقول لحدا سنم كعبة هريريذ يا الله مركز نامتاس إي الله يا عباد الله يسوق درامر وبيت كان يا اسكال مرك اللي يراد الحلين بيت كان الله اسكال ان الله وليه مرك وجه كعبدا وحجنا يا ساس ايتهانا اصنامتان يا الله عبادة ديسا والاسكو درامر وحلين اصنامتان وعابدين الله وعابدين وحلوها استوى محي اصنامتان عبادة ودايا الله كل ذي عابدا يقول وحلين مايا واسكو ودينا الله بدا وحل اسكو استمر اسكو ودينين الله كل عبادها اللي سي مية وأسقوا ذي نوى شرك وماشو قيم وأسقوا ضده فجعل نبي وحب الله ويطعنها إنه كمذ بعود قري كان بيدك عن تسكجر وأنا صامر نوها دوحة يا هايت قان صدى أي هايت ويقول حلا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل باطل كان زهوقا مذجبا أيوها يعني حال كيسة وسداسة باطل وكي جواء وكي بابا جاء الحق حقي بايمت وما يبدئ الباطل وما يعيد وما يبدئ الباطل معنى ذو أمحي باطل ما بالله وما يعيد من سوء عليو أمحلق وذا هدك بعد شرك يقال نمو دقال سوء بالله بميسو وما يعيد هدي لويررنا ويرك الله ويرر كجواب ويس كجواب ما يوى معنى ذو أود ماله ciidan ka hadduu awood leeyahay markii la soo weerarana waa inuu ka jawaabo marka qaar koodna iyadoo aan la soo weerarana waa inuu weerar qaadi karo macnaheedu markaa waa maxay awood ay weerar ku bilaabaan ma laha hadii la soo weerarana weerarkaas kama jawaabi karaan haddii ka bacdi waa tabardhiye zaad ibn abi umar yawm al fath qala rahimahu al-adana hasan ibn ali ibn al-wani wa abdu ibn hayth kilahuma an abd al-razzaq qala akhbarna tawri an ibn abi najih بهذا الاستناد الى قوله زوق ولم يذكر الايه الاخرى وقال وحر بدل نصبا صنما بويري قال رحمه الله حدثنا ابو بكر الشيخ قال حدثنا علي المسر وكيع عن زكريا عن الشعبي قال اخبرني عبد الله بن مطيع عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه اصغرها يا لا يقتل قرشي قريش لدل ما يصبران توغش لدل ما بعد هذا اليوم انت بعد الى يوم القيامه macnaheedu in quraashi ah inta la soo qabto gaalnimo tiir lagu xiro oo kadibna la toogto qorta laga gooyo toogashadu waa kas waxay ahaan jirtay inta la soo qabto tiir lagu xiro in luqunta laga gooyo dadka bacdi ma dhacay sabab yani quraash waa islaameen saas laga wada قال رحمه الله حدثنا ابن مبين قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا بأسناد وزاد قال وحو يري وزاد مركي انو علنينا زكريا ابن ابي زايد او الوكيع بكورناي علي بن مشير سوما هذا يا كورنايا وحا كورنا نينك اليراد ابن نميه ولم يكن اسلم احد قفصو اسلام تمجر من عصاة قريش قريش نمنكي مقعيدودو وها العاصي قريش نين مقعيس وعا العاصي ويا كما سو اسلامين غير مطيع مطيع انا يا سيدي اصلها عبد الله بن مطيع با سيدي اصلها وياي كان اسمه مقعيس العاصي عاصي وهايو فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام مطيعا مركا لبدودو لد بي اسكو يير مقعيد خن خن نبي وا بدل جير عليه الصلاه والسلام العاصي معناه دو عتاه نينك امرك ان قادن يعني خوغا مقع في عن ما الله يا رسول خيس حتى هو كعاصي فصح خوغا لا دريما لو مركم حبي المطيع قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كتب علي بن ابي طالب الصلحة وحو قريشيسكي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب وحو قري هذا ما كتب علي ووحي قريشيين محمد رسول الله فقال وحدا لا تكتب قرن رسول الله كدرين
falaw na'lam hadana wa annaka rasulullah lam nuqatilkum wa ana kula dirhnayn marka risaaladu kuma ogolin anagu faqala an-nabiy wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam li ali wuxuu ku yiri umhuhu wuxuu ku yiri tirtir qaal wuxuu yiri alima ana billadhi amhaahu midka tirtiraya anigu ma ihi amhuhu amhaahu labadaba فمحاه النبي نبي ترتر عليه الصلاة والسلام بيده كعنتيسا قال وحر وكان فيما اشترطوا وحيابها النبي يشيس كل قلان وحاكو جري أن يدخلوا مكة مؤمنين تنين مكة سوى قلان سنة كان سنة كوحيغا وحيرا سنة كواسك اللعبة نيسان سنة كصوص على يد مكة سوى قليسان فيقيموا بها ثلاثة سدح من ودبات جوغيسان ولا يدخلها بسلاح النبي هبل سو قال ما يصير عيد كيسة إلا جلبان السلاح هبك وقال كيسة كجرا مو يعني سيفت إيو فلا رها إيو إن قال كود كجرا قلت لأبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي وحن كوير يا دها شعبة سوما شعبة كورين أبو إسحاق السبيعي قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح وقالوا حور القراب وما فيه وقرابك يوحى الله سعود قرابك وويل سيد الدنبيش وخلاءه وحركة السميسة مركا وحى الورد التاسة هيدا تمرت غفك ووطو إيو بيها إيو وحي قلاء غفك وهيلك رهبك فلارها إيو وحي مركا سوهيلك رهب أيو قررتا مركا غارك وصيفا إيو الورد التاسة قال رحمه الله حدثنا محمد مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق الى امرك له شن اهل الحديبيه كتب علي كتابا بينهم علي باوك القرى قال وحور فكتب وحور قرى محمد رسول الله ثم ذكر نحو حديث معاذ ايو شيغي يا شيغي هي شعبة يا كورنا اول حديث كا ننقل إلى هذا معاذ بن معاذ سوماها أدنا يا كورنا محمد جعفر غندر سوماها غير أنه لم يذكر لك غندر موسى شيئين في الحديث هذا ما كتب عليه إنكم موسى درين قال رحمه الله عدن إسحاق إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المسيسي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لله أبي إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا بن أبي زايد عن إسحاق عن البراء بن عازب قال لما أحسر النبي مركي لغور استاغي عليه الصلاة والسلام عند البيت صالحه أهل مكة وله شيئا على أن يدخلها سنة قصص عدين وصغله فيقيم بها أما فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها وسن لسوء إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه سيفته يقراب ولا يخرج بأحد معه من أهلها خير ما كدتك جوغفكم إذا هرسي راعي كرام لها سيد حلس مالنا أوجو عندي قف وصو إسلامه ويرى وكله جرونا وقراعة ميا وإن لعليه ولا يمنع وإن سندد أحدا قف يمكث بها وما قال ذلك قهرة لمن كان معه ودد خلا صعدا ودد خلا نبقى مقال ذلك مدينة كلمة عليه الصلاة والسلام مدخل ماذا هديو إلى مقال ذلك مكان قهرة عنيغة وإذن كهرة وإن سندد كرين أفرعي كرانا مجرون قال لعلي وحو يري مركا قال لعلي وحكور اكتب الشرط بيننا هشيس كان نوقف بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى علي ووعك شيخ محمد رسول الله فقال له المشركون وحنا لو نعلم انك رسول الله بايعا تابعناك وكرا الين ولكن اكتب محمد بن عبد الله فامر علي النبي وحو امر ان يمحاها ان تفتر فقال علي لا والله لا امحاها فقال رسول الله وحر عليه الصلاة والسلام أرني مكانها مركا نبي هو أمري علي نبي عليه الصلاة والسلام أمر كيس هدو أقيا هاي إنه جزمي هاي مو سدي ذي لكن هو قدر أن نبي عليه الصلاة والسلام إنه سجزمي هاي يعني لا ترتفع نال لهايت يعني نبي هدو يراد عليه الصلاة والسلام من صحابة خميس سيدا يال من صحابة يقول لرنا يمجر إنه يراد مي يلايو marka nabi uu sanarinkaas amr waajib uu sanahay buu ka dareemay rasuulku laan uma tiraayo faqala rasuulku xuraa sala arinay makanaha faarahu makanaha meshii ku taalay tusi uu tusiyay famaaha nabigu uu tirtiray calayhi salaatu wasalaam wa kataba wuxuu qoray marka ma nabiga qoray calayhi salaatu wasalaam mas cali buu wuxuu yiri qor waxay u badantay cali inuu yiri qor
macnaheeda marka waa ka taba waxay noqonayaan wa amara bikitaabati ibnu cabdillah booskeedii rasuulullah booskeedii ibnu cabdillah in la qoro. Luqadda carabigana hadda waa waasic, waa la isticmaalaa. Culummada qayb ka mid ahaa waxay yidhaahdeen maya nabigu calayhi salaatu wasalaam asagaa gacantiisa ku qoray. Nabigu wax ma qori jirin calayhi salaatu wasalaam. Markii liyana waxay yidhahdeen waaba mucjiso, nabigu weligiis isagu aan wax qorin, hadda ka horna aan qorin, qoraalna aan aqoonin, inuu intaa uu qoro waxay yidhahdeen ayadaaba mucjiso oo cajiib ah. Marka barnaamijkaas waa la isku qabsaday, nin culummadii maalikiyada qaar ka mid ah sidaa fatwada Abulwaliid Albaaji Suleymaan ibnu Khalaf inuu ahaabaan umalayna. Marka nin shaacir ahaa intuu arrinkii ka hadlay buu wuxuu yidhi gabay buu tiriyo gabaygu waxaa ku jiray waxaan beri ka ahay nin Ilaahay rasuulkiisa ka furto oo yidhi rasuulka Ilaahay waxbuu qoray baan beri ka ahay gabay saasuu tiriyey. Marka wuxuu yihi bariitu miman shara dunya biaakhira waqaal ina rasuul allahi qad kataba beytkaas buu tiriyey. Waxaan beri ka ahay nin adduunyo aakhira dhaafsaday oo yidhi rasuulka ilaahay baa wax qoray yuu ula jeedaa Abulwaliid Albaaji, waa nin caalim oo maaliki ah oo muxadis ah oo faqiih ah oo macluum ah oo la yaqaano, ninkaas uu la jeedaa. Laakiin culimmadu waa difaaceen, waxay yidhaahdeen ninka shaacirka ah hadda gaalnimo islaanimo waxba kama yaqaane warkiisu qabasho ma laha. Faqaama biha wuxuu joogay nabigu salaatat ayaami falamaa an kaana alyowmu athaalith maalinkii saddexaad markii la gaaray qaaluu licaliyan waxay ku yidhaahdeen quraysh cali waxay ku tiri haada aakhiru yowmin min shardi saaxibika saaxiibkaaga ballankii heshiiskii waa maalinkii ugu dambeeyee faamurhu falyakhruj u sheego ha naga baxo. Faakhbarahu bidalika wuu sheegay faqaala wuxuu nabigu nacam haa fakharaja waa baxay. Heshiis marka waa heshiis, nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu heshiis ku fulinayay oo gaalada la qalay. Marka waa imid gaalana warkooda wax ku fali maayo wax jira maaha. Waqaala ibnu janaabin wuxuu yihi fii riwaayati makaana taabacnaaka baayacnaaka waa kula mubaayacoon lahayn. Hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wasalama ala nabiyina Muxamed wa ala alihi wa sahbihi.